ربيع والجو بديع قفلني على كل المواضيع. قفل 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 ما فيناش تاني وما فيناش ماني 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 ايه ده الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع. مساء الورد والهنا والياسمين على مشاهدي سيداتي أليساتي. النهاردة يوم جديد والنهاردة يوم شم النسيم. كل سنة وحضراتكم طيبين وإن شاء الله تكونوا كده ابتديتوا اليوم بداية ظريفة لطيفة وشميتوا النسيم فعلا على صبح. على فكرة هو شم النسيم ده نمرة واحد هو الصبح بدري. الواحد كده لازم يصحى بدري نشاط حيوية يشم فعلا النسيم ويبتدي يومه بال يعني ايه الخروج. احنا طبعا بنشتغل انما مش مشكله بقيه الناس لازم ان هي تبتدي اليوم بالشكل اللي المفروض تبتدي بيه وان شاء الله يكون يوم مبهج على كل مشاهدينا. النهارده بقى حلقه خاصه مفيش مقدمه ومفيش اخبار ومفيش كل القصص دي. هنخش في الغميق على طول. احنا هنبتدي كده يعني عاملين زي ما نقول ايه احتفالية صغننة كده منا فينا هنا كده في الاستوديو. الحلقة كلها النهاردة هيبقى فيها أكتر من فقرة مش فقرتين فقط زائد فقرة الليلة. هيبقى عندنا النهاردة خمس فقرات مختلفين هنبتديها مع آية هاني. مساء الخير يا آية، ازيك أخبارك إيه؟ آية فنانة ورسامة و لا ده أنتِ فنانة وهي طالبة أساسا لسه، إنما هي عندها أفكار حلوة جدا 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 في الرسم، بترسم بالأكل وب حاجات كتير قوي هنشوفها دلوقتي معاكم لايف. ومنورني في برضو الاستوديو فاتنات المستقبل القريب ان شاء الله معانا جنى صلاح. الو يا جنى ازيك؟ الحمد لله. فريده لا اسمع صوتك وريني. الحمد لله. لا علي صوتك. فريده مكسوفه. معانا سلمى تامر. سلمى دي بنتي على فكره عشان بس نبقى ازيك يا سو. هاي. ولينا ابو حسين. هم هيشتركوا ازيك لينا؟ كويسه كويسه. هيشتركوا النهارده معانا في ان احنا هنبتدي بقى كده ايه نلون البيض زي ما بنقول. ودايما عندنا مشكله البيض دي، ناس كتير قوي تقعد تقول لك ما ينفعش تلونيه ما ينفعش تعمليه، بس دلوقتي بقى في الفود كالرنج بقت منتشره جدا وبقت فيها اشكال كتير. انا مش هاخد في حاجه، انا هاخد اسالك يا ايه معلش، بس انا ابتدي معاكي انت الاول يا ايه، انت ابتدى حبك للرسم من امتى؟ انا ما افتكرش اول مره حبيته، يعني انا صحيت كده لقيتني بحبه. كنت عادي بلون كراسات تلوين الاميرات ووني وكده، ما كنتش بقى رسامه فظيعه. وبرده كنت برسم حاجات كرتونيه، الريف، المزرعه، الحاجات اللي هي كانت بناخدها في المدرسه. ده كان اكثر رسوماتي، وكنت شايفه ان انا مش رسمي حلو. هم اصحابي اللي قالوا لي بقى ان انا رسمي حلو، كانوا في الامتحان يقعدوا يقولوا لي ارسم لنا كده. دي رسمه بالمايونيز. ها اه دي لا دي بالجبنه الكوبايات بطعم الجبنه الرومي. جبنه مطبوخه كاسات، جبنه كاسات. بالظبط. انت بتاكليها ولا ايه في الاخر؟ انت بترسمي وبعد كده بتاكلي؟ في الاول كنت برسم بالحبوب وبرجعها من غير ما حد يعرف تاني في المطبخ من وراهم كده. انت كنت شقيه بقى وانت صغيره؟ ورسمتي بقى على الحيطه دي بالحبوب؟ دي مكرونه وعدس وشاي. وبعدين اتلخبطوا على بعض يومها وخلوني قاعده انقي واحده واحده. الله، ما كانوش بيشجعوكي ولا ايه؟ لا بيشجعوني، بس طبعا الحاجات دي لازم ترجع ترجع مكانها. ايوه بالظبط. كنت بتشخبطي على الحيطه وكده وانت صغيره؟ لا ما شخبطتش على الحيطه، كانت مامتي دايما بتجيب لي كراسات رسم والوان ميه وحاجات سحريه كده لحد دلوقتي فاكراها ما تروحش من بالي. والله انا بجيب كراسات رسم بس عندي واحده هنا بترسم على الحيطه. مش كده يا سو؟ ما هو كل واحد بقى ليه نوع من الرسم بيحبه، ما في رسم على الحيطه اصلا موجود. رسم مكلف بس الرسم على الحيطه ده بتدهني بعديه. طيب نبتدي بقى نلون معاهم. قولي لي بقى هو في افكار جديده في تلوين البيض السنه دي ولا ايه النظام؟ هو في افكار جديده طبعا، بس انا بحب قوي الحاجات البسيطة اللي احنا اصلا كنا بنعملها، يعني دايما برجع للحاجات اللي انا كنت بعملها وانا صغيرة، اللي هو مجرد لون، نقط، حاجات بسيطة، لو هرسم مثلا ارسم بطيخة، فراولاية، حاجات كده. انا مش عايزة اقول لهم مثلا حاجة معينة، انا ممكن اخلي كل واحدة تلون البيضة بالشكل اللي هي حباه. طيب خلاص احنا مش هنحجر عليهم. واحدة احنا حتى لو حاولنا نحجر عليهم مش هنعرف. فيعني اقول كده. فممكن كل واحدة تاخد واحدة. هجيب لكم برضو ايه؟ الوان. ادي شكرا فريده. فريده فريده مكسوفه خالص. انت عندك كام سنه يا فريده؟ اربعه ولا خمسه؟ طب قولي لي
فور. طيب هتفضلوا مفيشيني كده طول الحلقه، هتلونوه هتديهم الفرش وال جنى انت بتحبي الرسم، تعرفي ترسمي يعني انت؟ طب ورينا بقى اديلهم بقى كلهم. اه بصي بصي لزمايلك. عايزين الوان ايه؟ عايزه لون ايه يا جنى؟ فريده عايزه لون ايه؟ بينك. بينك برضو؟ هو البينك مش موجود، احنا بنعمله بايدينا، ممكن نعمل احمر ونعمل عليه ابيض وندرجه مع بعض. وانت عايزه لون ايه يا سلمى؟ ازرق. لينا؟ موف. عندك لونين مختلفين اهو، ازرق وموف. ادي هنا اتنين بينك، احنا بقى ممكن نقعد جنب بعض لان انا برضو هعمل حاجه شكل. اعملي اللي نفسك فيه، انا الحقيقه ما عنديش خالص، انا بالنسبه لي الحاجات دي ما مش تلوني معانا. اه الون وماله، انا بعك ما بلونش الحقيقه، ما عنديش حتى لو لون واحد هيبقى حلو قوي. ماشي ماشي ثواني هقوم الون. ممكن تاخدي دي وتعملي لي حاجات بما ان هي اصلا ملونه. اديني لون. طيب هاتي هذا ده الابيض، ده احنا هنحط ابيض على احمر نطلع منه مش كده؟ بينك. ممكن ناخد ورق من عندك يا سلمى ده؟ اه اهوت. ده ايه ده اخضر؟ اه انا بحب الاخضر. انا كمان جدا. هي دي الوان ايه؟ جواش. دي الوان جواش. اه يا فاهم انت ماشي. ده احطها كده عشان اعرف اطلع منها ولا ايه؟ اه ممكن كده؟ ممكن عادي بالفرشه. طول عمري قوي كان نفسي ايه؟ انها عارفه اللي هما بيبقوا ماسكين فريتة الالوان كده ويقعدوا يعملوا كده. مين مثلك الاعلى من الفنانين؟ عمو كان بيعمل برنامج وانا صغيره على قناه ديزني. هو كان مثلي الاعلى. عمك؟ لا هو مش عمي، هو انا بقول عليه عم عشان هو كبير. اسمه ليل. هو كان عامل برنامج على قناه ديزني اسمه ارت اتاك. كنت بشوفه وانا صغيره وكانت عيني بتلمع قوي ونفسي في يوم انا ابقى زيه. بس فده كان اكتر حد يعني مثلا على يعني. انت عملتي معارض قبل كده؟ اه كتير. وكلها كانت بحاجات الاكل والشرب وال لا 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 رسومات عاديه كده. اشتغلي انت يا سلمى يلا حبيبتي. يلا يا لينا. عايزه لو كانت على الترابيزه. ايش حياتك يا حبيبتي؟ بس في هنا. نعم؟ في هنا حاجه مش عارفه اشيلها. ممكن تجيبي لها فرشه ثانيه عشان الفرشه دي فيها حاجه مش عارفه تشيلها. لا هي خلاص انا شلتها لها. خدي يا سلمى. اتفضلي يا شيخ. انت مدياني انا الكبيره على اساس ايه؟ ماشي. طب هاتي لي واحده من دول. طيب. لا واحده بضايه. انا اديتك واحده من صفرة. لا ما اديتنيش اصلا. انا هغش من سلمى. انت ما بتعمليش ليه؟ يلا اجيب لك انا لون هنا. ممكن نختار لون تاني يا فريده؟ ها؟ ممكن نختار ايه؟ اصفر مثلا؟ عندك لون ايه؟ عندك اصفر؟ عندي كله. بدل ما فيش بينك. فيش فضي. هجيب لك فضي؟ ها؟ سيلفر؟ اوكي هات لها سيلفر. يلا انا همسكها لك. ايه توسخي الفستان. الواحد بي ماشي. والله الواحد اخر مره لون بيض الحقيقه كان وهو صغير جدا. طب قولي لي فكره التلوين اللي بالاكل دي انت بتلوني بايه تاني غير الحبوب والجبن والحاجات؟ اسمعت انك بتلوني بالنيوتيلا. والصلصه بتاعت الكوسه. اشمعنى الكوسه يعني؟ انا كنت فاكره انها بطاطس في الاول وكنت مطلعاها اكل، وبعدين لقيتها كوسه فانا ما بحبهاش، فقررت بدل ما اكلها بقى ارسم بيها.
كانت بالصدفة يعني. فلو انت بيها سمك كده برتقاني. طب واللي هي الحاجات دي مش يعني ينفع واحد عادي ياكل بعدها؟ في الاول بعد ما الحاجة تتلون؟ في الاول ما كنتش باخد بالي من الموضوع ده، وبعد كده بما اني بقيت دايما بيدبسوني ان انا اكل الحاجات اللي انا برسم بيها، بقيت بقى بعمل بحاجات طعمها بتنتقي بقى. بقيتي بتنتقي اللي حتى بالنوتيلا بقى، بالجبنة اعمل بيها سندوتش بقى مخلص. معلش معلش قلت لكم ان انا ماليش في الحاجات دي، هاتي هاريون عشان انا مش ميرسيه. بس انا برضو مش برسم بالاكل بس، يعني مش هو ده بس اللي انا بعمله. برسم برضو رسومات 3D و 3D. اه عندكم رسومات 3D دي يا احمد اتفرج عليها؟ ايه بقى رسومات 3D دي؟ هي رسومات بتبقى مثلا على ورقه جزئين. اوكي. اه دي على خشبه. ممكن واحده تخينه اكتر؟ فرشه، عايزه فرشه تخينه اكتر. عندك فرشه تخينه اكتر؟ ممكن تبدلي معايا. الله حلوه دي قوي. انا رسمت خلاص، ميرسي قوي. خدي يا سو اتفضلي حبيبتي. وهي كلها اخضر خلاص. انا هقوم بقى تاخدي دي. فنانه طول عمري. انتي تم اختيارك على الفيسبوك يا ايه انك انتي من اكتر شخصيات من حيث الابداع تاثيرا، مين كان السبب وراء اختيارك ده؟ تم اختيارك ازاي؟ هو الفيسبوك اللي اختار الناس. تيم الفيسبوك هو اللي اختار تقريبا، مش عارفه العدد بالظبط، بس حبه قليلين من كل الناس اللي بتعمل فيديوهات على الفيسبوك كده، وعمل لنا ايفنت بقى وجمعنا فيه كلنا يوم. بتحلمي بايه؟ بحلم بحاجات كتير اتحققت ولسه بتتحقق دلوقتي، وحاجات تانية بعد كده. ايه اللي اتحقق؟ هو الناس بدأت يعني تستوعب الحكاية دي. انا نفسي اغير وجهة نظر الناس عن الرسم، ان هو ملوش مجال شغل، او ان هو مجرد فهم فن مش مفهوم، مجرد لوحات كده مش حلوة. لا هو مش كده، هو كل حاجة في الدنيا اصلها فرشة والوان ورسم، الورد والسمك والفراشات والورق، واحنا بنلون بيض، الفوانيس لازم نلونها، كل حاجه او كل مناسبه الالوان موجوده في كل حاجه، في حتى البني ادمين هي اللي بتحلي كل الوان. ف حلمي ان انا افضل اكمل، ان انا اغير فكره الرسم ده، وان انا اكون جبت له حقه، لان بحس ان هو مظلوم قوي. الغنى والباقي الفنون واخدين اكتر منه. احنا في مصر يمكن فعلا ما عندناش قوي، بس لا موجود، بس يعني في فئات معينه. بس يعني لما تلاقي حفله ما تلاقيش فيها حد بيرسم، انا بقى عايزه اخلي اي حفله فيها حد بيرسم قدام الناس، الناس بتستمتع فعلا لما تشوف حد بيرسم قدام. بس الناس مش هتستمتع وانها بتتفرج على اللوحه وهي تتعمل، لكن لا. هتستمتع لما تتفرج على اللوحه بعد ما تنتهي. لا بجد في حاجات هو انا يمكن عشان انا بحب الرسم بحب اتفرج عليها قوي، بس جايز يعني جايز شغل زي اللي انت بتشتغليه بتاع الحبوب والحاجات دي، ممكن ده يبقى مختلف اثناء الشغل نفسه. يعني انترستنج ان الواحد يتفرج عليه، لكن الوان بقى وعك وكده، زي ما انا اعصابي متوتره دلوقتي من الالوان اللي هتقع على هدوم العيال دي. ما ترسميش ليه يا لينا؟ خلصت خلاص كده؟ ماشي. تعمل ايه عليها تاني بقى يا ايه؟ قولي لهم. ممكن نعمل نقط بقى باي لون تاني. ينفع احمر؟ ينفع. هخلصه واجيبه لك. ممكن تاخد خدي فضي. فضي يبقى حلو مع البيرت. حرك يا عادي. انت استعمله اخضر؟ هنطلعهم دلوقتي بالاخضر. هاتي احمر،
انا كملي ايه. حابه اربط الرسم شويه بحاجه تكون ليها فايده او تفيد الناس، عشان برضو اغير نفس الفكره اللي انا بقول لك عليها. وايه اللي لسه ما اتحققش؟ اللي لسه ما اتحققش الفتره الجايه ناويه ارسم رسومات 3D، بس بقى مش على ورق صغير كده، لا كبيره جدا قد المكان ده كله، بانوهات يعني. احقق فيها احلامي لسه بدري عليها شويه. مثلا ارسم فيها ناس مثلا مش عارفه اشوفهم، ارسم فيها عربيه معينه اقعد عليها، ارسم ويني وعروسه البحر واتصور معاهم. انا نفسي اقابلهم. ويني ما اعتقدش انه موجود في الحقيقه، فهرسمه وكاني قاعده معاه لان هو اول واحد صاحبي في الدنيا. كمان انا بدات في فكره كده بس لسه عايزه اكمل فيها. ان انا ارسم بورتريهات للمكفوفين بحاجه بارزه زي ريليف الازاز، عشان هم يلبسوا البورتريه كده ويشوفوا الملامح بتاعتهم. فعايزه اعمل كده بشكل اوسع، واعمل كمان صور لكل انواع الكرتون. يعني ارسم لهم ويني بحاجه بارزه، وعروس البحر بحاجه بارزه، وسندريلا بحاجه بارزه، عشان هم اكيد سمعوا الكرتون ده ونفسهم يشوفوا الشكل الشخصيه اللي هم بيحبوها. دي حاجه ما اتعملتش قبل كده. انا اول واحده فكرت فيها، يعني هي فكره زي برايل بس بالرسم مش كتابه. حابه اعمل كتاب، يعني يكون كل صفحه مثلا شخصيه هم متابعينها اصلا. حلوه قوي يا فريده، بس وسختي الفستان معلش. فداكي بتطلع في الغسيل الالوان دي، ما تقلقيش. انت كانت خطوبتك امبارح مش كده؟ الف 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 مبروك. الله يبارك فيك. طب قولي لي بقى، الجواز هيأثر؟ يعني اكيد. لا يعني الاحلام الكبيره دي كلها وهو سمعنا دلوقتي وشايفنا هيعصلك معاكي فيها ولا ايه؟ لا ما اعتقد. هو بيشجعني اكتر مني، يعني انا ساعات ببقى انا كسلانه ومش عايزه ارسم وكده، هو يقول لي لا قومي ارسمي. هو فنان زيك؟ هو رسام برضه. طب يعني اذا فاهم يعني ليه، بس ما فيش تنافس بقى؟ لا يعني هو يعني بيرسم حاجه وانا برسم حاجه ثانيه، بس ممكن نعمل حاجه مع بعض قريب، نرسم مثلا ارت شو او كده وانزله عندي على البيت. بس انتوا خطوبه كانت فين؟ انا سامعه ان في قصه ورا الخطوبه. انا ما كنتش اعرف انها خطوبه. انا في دكتوره عندي في الكليه كلمتني قالت لي ايه في حفله تنكريه. انا اصلا معروف عني ان انا بحب قوي البس لبس الاميرات او لبس تنكري. يعني انا لبست قبل كده بابا نويل، ماما نويل، وسنو وايت في عيد ميلادي اللي فات. و انت عندك كام سنه؟ 21 بس. بيقولوا لي ان انا قفوي ثالثه اعداد. ده حقيقي فعلا. فالدكتوره قالت لي عندنا حفله تنكريه، عايزاكي بقى تعملي فستان جديد. اميره مثلا انت بتحبيها اكتر، اميره بتحبيها. فانا طبعا قلت مفيش غير اريال، وفعلا بدات اعمل الفستان انا وماما. تعرفي تقصري؟ مامتي عندها مصنع وبتعمل. ازاي اللي بيعرفوا يلونوا وكده بتلاقي عندهم اي حاجه بالايد شاطرين فيها يعني. مامتي فاشن ديزاينر كده. فبدانا فيه، وفعلا اتفقت مع فوتوغرافر عشان اتصور قبلها. فكان طبيعي ان انا اروح لميك اب ارتست قبلها، عشان اصل الناس استغربت الحكايه دي، طب ازاي هي جاهزه بالشكل ده. الدكتوره كلمتني قالت لي في حفله تنكريه ولازم تحضري، وعايزين نعمل ارت شو بقى في الحفله دي، ورئيس الجامعه جاي ومش عارف ايه، ولازم تيجي مفيش مفر. قلت له دكتور انا مش هلحق اجهز الفستان ولا اي حاجه. لا 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 لازم عشان ايفنت مهم جدا. فانا فعلا بدات في الفستان وبجهز بقى عشان الحفله التنكريه وكده. كل ده وانت مش عارفه انها خطوبتك؟ مش عارفه حاجه خالص. وبعدين انا حتى جدتي بتقول لي انت رايحه فين؟ فبقول لها انا عندي حفله النهارده وكده. حتى انا ما لحقتش احط صوره على البيج اقول ان انا عندي حفله تنكريه في المكان ده. وكان في واحده بس صاحبتي قالت تيجي معايا. المهم رحنا وهي كانت لابسه لبس عادي جدا. برضو زيي. وبعدين ايه؟ اكتشفتي بقى وامتى؟ مامتي قالت لي تعالي نصور فيديو طول اليوم ليكي ونصور الحفله التنكريه دي عشان الفيديوهات مثلا ايه لو نحطها على البيج بعد كده. فانا عجبتني الفكره جدا ان يعني يبقى اليوم من اوله، مش مجرد الناس تشوفني وانا برسم، لا يعيشوا معايا اليوم من اوله كده.
فقلت لها طيب ماشي. وبعدين لقيت حاجات غريبه بتحصل انا ما استوعبتهاش بقى الا بعد كده. فلقيتها بتقولي تعالي نشتري مش عارف ايه، تعالي نروح فين، تعالي نجيب كذا. طبيعي الامهات مثلا لما تقول لها تعالي يا ماما نشتري حاجه تقول لك لا 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 مش مهم، طب خليها بكره. لا لقيتها متحمسه اكتر مني. وبعدين المهم رحنا، انا كنت حلمت حلم. اكتشفتي امتى وانت داخله على الباب بقى ولا؟ اه دخلت بقى فبيقولوا لي انت رايحه فين، قلت لهم في حفله تنكريه هنا. قالوا لي طيب ادخلي يمين كده انزلي تحت. انا حلمت حلم بالظبط المشهد اللي كان في الخطوبه ده، كان الحلم اللي انا حلمته. اغنيه معينه كده كانت شغاله، وحتى إيه؟ انا اغنيه اسمها بتحلوي. ولما حلمت الحلم ده حكيته لماما وكل الناس، نفذهولك بقى على الحقيقه. هما بيقولوا ان هما كانوا عاملين كده قبل ما انا احلم، يعني هما كان حتى استغربوا وفضلوا مع بعض بيقولوا ازاي هي حلمت كده، هي اكيد عارفه حاجه، طب هي عرفت ولا لا كده. ف ربنا يسعدك. دخلت اول ما سمعت الاغنيه لقيت الحلم بقى قدامي بيتحقق بالظبط. هتقع هتقع يا فريده هتقع. بس انتي خلصتيها وريني حلوه. ممكن بليز احمر عادل. بس ده مش حلو. جنى انتي بتعملي في صمت، انا مبسوطه منك قوي. دعونا نعمل في صمت. اه لقيت بقى صحابي وعيلتي كلهم، كانت مفاجأة يعني جدا بالنسبة لي، لحد دلوقتي مش مستوعبة. لا وكمان هو كان مسافر. هو سافر السعودية وأنا وصلت المطار وسافر، وبعدين فجأة لقيته موجود وطلعوا بقى مسافرش. وإن أنا لما روحت مع ماما يومها حتى كنت زعلانة بقى ومتضايقة ونايمة ونعس في العربية، هو كان جنبنا بعربية تانية واتصور معايا سيلفي وأنا نايمة وأنا معرفش إن هو موجود. ففي تفاصيل جديده انا لسه ما اعرفهاش، انا لسه ما ربنا يسعدك يا حبيبتي. بس انت يعني ايه ان شاء الله كده يتم لك على خير باذن الله. حركات حركات، اصل هو خطيبها واقف ورا الكاميرا على حركات. ماشي ماشي بس كمل كده بقى، كمل مش في الاول بس. طب جنى قولي لي، شم النسيم بالنسبه لك بتعمله فيه ايه؟ انا بحب شم النسيم عشان بنلون وبنفرح، وبيبقى بالنسبه لي يعني حاجه ترفيهيه عن بقيه الايام. اه بتلوني بيت في البيت؟ اه بيسيبوكي تعوكي يعني؟ لا ما طيب. معانا تليفون. الو 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 ايوه سلمى، رد يا سو. الو أهو. هاي بابي. أنا الحقيقة ازيك يا حنون الأول وازي كل الناس في الاستوديو. ازيك يا تامر. باباكي كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنتم طيبين، وأنا سعيد جدا إن أنا لقيت سلمى معايا في الساعة ومتها بعد ابتديتها، فارتبطت بيها على التلفزيون. فقلت لازم أكلم سلمى أقول لها يعني هي منورة التلفزيون، منورة ريم. ها هي صحيح بهدلت فيها لكن انا مبسوط فيها خالص. انا طلعت اي لاف يو مي تو يو تو يس. ولينا كمان انا عايز اسلم عليك. سلم على لينا كمان. سلم يا انكل تامر. ازيك يا لينا عامله ايه؟ كويسه. انت كويسه؟ انا جنبي اختك واخت سلمى الاثنين قاعدين يضحكوا عليك ولعلمك، وعلى الاخضر اللي في ايديك والاخضر اللي في حنان والاخضر اللي في ايديا انا كمان. يا فرحة كارما فيا. اه اوكي. فكرة حلوة ان الواحد يلون بيت ويبقى فيه فن ويبقى فيه الوان جميلة. وكل سنة وانتم طيبين ومبروك يا حنان على البرنامج، ومبروك عليك رجوعك لبيت الكريم تاني. ربنا وسو تاني اي لاف يو سو. ميتو ميتو. اوكي باي باي. ميرسي يا تام. باي باي. طب فريدة قولي لي بقى انت بتعملي ايه في شم النسيم يا فريده؟ عايزاكي بس تعلي صوتك شويه، نفسي اسمع صوتك يا فريده، علي صوتك. انا بحب شم النسيم. ايوه بس بس ها بتحبيه بس؟ خلاص ما كويس انك بتحبيه. اهلا يا سلمى، قولي لي يا حبيبتي بتحبي ايه في شم النسيم؟ بتعملي ايه؟ بحب عشان حضرتك وبابي بتسيبوني الون. ايوه وبحب انه بعد
مع كارما لونس ونعمل تيم وورك معاها. واحب ان احنا بنلون البيض بس كده. ايوه طب كويس. برافو. انا بس بحبك يعني. لينا قولي. لا اقول ايه. بتحبي ايه في شم النسيم؟ ان انا بلون البيت عشان ماما وبابي مش بيخلوني الون كتير في البيت. يا ظلمه يا ظلمه، حرام عليكي، بتسيبك تلون على فكره. بس اكتر حاجه انا مش بحبها في الهوليدي دي لما تاخدي بيضه حقيقيه وانت بترسمي عليها ممكن تتكسر بسهوله. بس بتبقى مسلوقه فمش معلش معلش يعني بتعدي. طيب ميرسي جدا 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 لوجودك النهارده معانا يا ايه. انت وصلتي فين في البيضه؟ وريني. انا بدات في واحده جديده. انت في واحده الاولانيه راحت فين اللي كانت احمر في ازرق دي؟ اهي جريت فين؟ هي على شكل بطيخه. والله يعني الفن برضو. بس بسيطه جدا يعني. ميرسي جدا لوجودكم. ميرسي يا بنات، كل سنه وانتم طيبين. شكرا. طيبين. وهنطلع دلوقتي نشوف عندنا تقرير نزلنا صورناه في معرض الزهور. معرض الزهور. تعالوا نشوف التقرير ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا. بلا مر والدنيا رفيعه والجو بديع قفل لي على كل المواضيع. معرض زهور الربيع ده معرض موسمي شهرين تقريبا في الربيع، بيبدا من 15 مارس لحد اول مايو. المعرض زي ما انت شايفه كده مش مختص بالعسل ولا بالزهور، ده في لاندسكيب وفي فخار، في فنانين هنا عارضين بيطلعوا من الطين يعني بيخلقوا لوح فنيه. معرض زهور طبعا احنا فكرتنا اساسا نحب نحبب الاطفال والجيل الجديد في الزراعه، يمكن عشان كده بنقول له علم ابنائك كيف يزرعون ما ياكلون. اللي موجود في المعرض النهارده مرضي جدا للمهندس الزراعي او اي حد عنده فيلا او اي حد عنده مشروع يعني بيت عايز يزرع فيه، هيلاقي كل حاجه هو عايزها. جينا لقينا نباتات كويسه الواحد اول مره يشوفها وحاجات اصناف جديده بتنزل وفي تحسنات. انا بصراحه اول مره اجي لقيت اول حاجه دخلت عليها اللاندسكيب ده، او اكتر حاجه شدتني جدا وخصوصا النباتات اللي هي مثلا حاجه زي الجربيره. جبت انت ايه النهارده؟ النهارده جبت بيتونيا كتير وجبت ورد بلدي نوع معين كده جديد خالص بيطلع زي البوكيه مش حاجه واحده، فدي من ضمن الحاجات الهجين الجديده. حلو جدا، انا جيته اصلا السنه اللي فاتت وجبت منه انواع ورد كتيره، في ورود كتير جديده مش زي السنه اللي فاتت والاشكال فظيعه جدا ومستمتعين انا واصحابي باليوم. اليوم حلو قوي، المكان حلو جدا والمنظر حلو وفي ورود كتير وكويس. يعني انا بحب الزهور جدا بستمتع بيها يعني بحس نفسي فيها يعني متعه. السنه دي وكل سنه لو كانت حياتنا اغلبها ضلمه فتعالوا لونوا حياتكم شويه، الدنيا بتنور، تعالوا اتفرجوا الدنيا كويسه قوي. اسعار على فكره في حاجات بتبتدي من 2 جنيه زي ما انا جايبه كده، ممكن تبتدي بنبته صغيره تبهج حياتك الموسم كله. هتخسروا كتير لو ما جيتوش تزوروا معرض زهور الربيع. يا ريت يجوا والله، على الاقل حتى يجملوا البيت بتاعهم، النبات هو اللي بيدي شكل جمالي جدا للبيت. Thank you.
يا سلام يا سلام، منورني دلوقتي في الاستوديو الدكتوره فراشة الفلوت زي ما بيقولوا عليها الدكتوره رانيا يحيى. مساء الخير يا رانيا واولادها او شركائها الموسيقيين. يحيى مساء الخير يا يحيى. وفريده حلوه يا فريده، ازيكم؟ هبتدي بقى معاكي يا رانيا. طبعا يعني واضح ان انت مربيه اجيال. ربنا يكرمك، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليكي ويعيشك. عشان ياسين جميل ان شاء الله. ان شاء الله. قولي لي يا رانيا، انت ابتديتي مع المزيكا من بدري قوي مش كده؟ اه. من امتى؟ انت عارفه؟ ما انا عارفه بس الناس مش عارفه. كان عندي 12 سنه ودخلت الكونسرفاتوار وتعلمت فلوت وتخرجت سنه 98 تقدير ممتاز مع مرتبه شرف، كنت الاولى على دفعتي. تعينت معيده 99 واخدت طالبه مثاليه على اكاديميه الفنون واخدت ليسانس حقوق من جامعه القاهره وكملت بقى الماجستير والدكتوراه والحمد لله. ليه الفلوت؟ ليه الفلوت؟ ده كان الكونسرفاتوار، لان لما كان عندي 12 سنه كان سني كبير على اني اتعلم البيانو. فاللجنه الممتحنه الاساتذه الخبراء بتوع الكونسرفاتوار هم اللي قالوا ان انا اتعلم فلوت وفقا للمواصفات الجسمانيه وللسن، علشان خاطر الكونسرفاتوار انت عارفه بيطلع يعني عازف محترف. فبيبقى ليه شروط دقيقه جدا ويعني فيري ستريكت. يعني انت كان نفسك تلعبي حاجه تانية غير الفلوت؟ البيانو. انا كنت اوريدي بلعب بيانو قبل ما ادخل الكونسرفاتوار، فكنت متخيله ان انا هخش يعني هكمل اللي انا بداته في المدرسه واللي انا بداته يعني برايفت، فكنت متخيله ان انا هكمله. فطبعا اما دخلت بقى وعرفت ان في شروط يعني صارمه جدا يعني. بس ده يعني ما خلانيش اتردد ابدا ان انا اتعلم او لا. كان عندي تخوف شويه ان هي آلة نفخ في الاول، كنت قلقانه، كنت متخيله ان هي آلة صعبه زي الآلات النحاسيه زي الترومبت والترومبون، يعني كانت دي الصوره الذهنيه اللي عندي، فكنت شويه قلقانه. اول ما شفت الفلوت بقى حبيتها جدا. دي اخر، انت كلكم بتحبوا دي واحده من حفلات فيروز بقى. اخر ايام فيروز شتوية. كمان عارفه من الحاجات الله. طب الحاجات المزيكا بتاعت فيروز او اكتر الاغاني نسمعها. بتاعتها استني نسمعها ورجه كمان، عليها لنا كده شويه والنبي احلى. مزيكة الرحبانية جدا. هي كمان من الأغاني بتاعت سيدة العظيمة فيروز، بتبقى لايقة على الآلات الغربية. الآلات، لأن ما فيهاش السيكة بتاعت الموسيقى الشرقية قوي. يعني كتير من الأغنيات بتاعت سيدة فيروز تليق إنها تتلعب على يعني أوركسترا أو يعني. لا، اللي ما فيهوش سيكة. ما أنا بقولك ما فيهاش مقام السيكة. فده بيبقى اسهل علينا ان احنا نلعب حاجات كتيره لفيروز. طبعا بنلعب كمان حاجات لعبد الحليم وكلثوم وفريد الاطرش وعبد الوهاب ومع حفظ الالقاب طبعا للجميع. طب هحكي هسالك سؤال تاني. طب انا عارفه برضو اخبار عيلتك ايه لما قلت لهم ان انا عايزه اخش الكونسرفاتوار وادرس مزيكا؟ انت عارفه مامي كانت هي اللي مشجعه جدا جدا، وكانت طول الوقت بتسال علشان خاطر تعلمنا بشكل اكثر احترافيه انا ورشا واحنا صغيرين. ويعني رغم ان هي ما عملهاش قوي في يعني ما عندهاش، بس هي ليها في الشعر انت عارفه. هي ليها في الابداع. مش يا طنط. اوكي. فهي الحقيقه مامي كانت طول الوقت هي بتشجعنا، ويعني الحافز والمحفز الحقيقي ورانا زي ما انت عملتي مع ولادك. وهي كمان على فكره هي برضو مشاركاني في كل حاجه مع يحيى وفريده الحقيقه. طب انا عايزه اسمع الاول حاجه من يحيى وفريده مع بعض، وبعد كده نرجع نتكلم بقى عن دورك انت بقى كأم مع الولاد في القصه دي. سمعوني ايه؟ تك تك فيروز برضو. Thank you.
بجد. المايك بيخبط في معلش الستيكس معلش هنوسع لك شويه. قولي لي اخدوا منك وقت قد ايه اولا؟ هما دي موهبه انت اكتشفتيها عندهم ولا انت اللي قررتي انك تعلميها لهم؟ هو انا طبعا مقرره ان انا اعلمهم المزيكا بما اني اعشق الموسيقى بس هم كان ساعدهم قوي الحقيقه ان هم سمعوا المزيكا طول الوقت وهم جوه بطني. فهم لسه اطفال صغيرين جدا جدا لسه رضع يعني كانوا عاشقين للموسيقى وكانوا ما بيعيطوا وبيسمعوا اي ميوزك كانوا بيسكتوا يهدوا وبدات طبعا يحيى الكبير وبدات مع يحيى وهو لسه كان سنتين وشويه كنت جايبه له كمانجا علشان هو بيانو طبعا موجود في البيت وعلشان خاطر رشا تعلمه وقعدوا يلعبوا بقى مع بعض ويهزروا وكده وما عرفتش رشا تسيطر عليه تعلمه قوي لان رشا مدلعهم جدا وبدا بقى يحيى قال لي انا عايزه اتعلم زيك فلوت فبدانا الالات كانت اختيارهم هو بدا انتوا اللي اخترتوا الالات فيحيى طلب بالفلوت يعني اصلا كنت بشوفها دايما يعني هي الاله الوحيده اللي كانت قدامي يعني مش الوحيده او يعني هي كانت اكتر اله قدامي يعني بس انا عارفه من مامي انك انت واخد جوايز كمان في البيانو ما هو ده بعد كده لكن وانا بقى صغير خالص كان عايز يقلدني كان بيقول انا عايز اعزف في فلوت زيك بس يعني بعد كده بقى دخلت على الالات التانيه وفريده انت اخترتي الاله اللي انت عايزه تلعبيها واشمعنى دي؟ وانا برضو بعزف فلوت وحبيت برضو اني اعزف اكسيفون بتلعبي ايه كمان دلوقتي؟ كمانجا بتلعب كمانجا رشا سيطرت هنا هنا سيطرت رشا هنا سيطرت طب كويس اخدوا منك وقت اعداد قد ايه عشان يوقفوا على مسرح ويواجهوا جمهور؟ والله ما كانش وقت طويل يعني يحيى لانه عارفه برضو هو طول الوقت بتعملوا حفلات وتعزفوا مع بعض مش طبعا بنعزف يعني يحيى من هو قبل ما يتم 6 سنين بدا اول حفله طلع مع رشا في الاوبرا ومن ساعتها لغايه دلوقتي وتقريبا احنا كل الحفلات يحيى معانا وفريده بقى لها تقريبا سنه ونص بتطلع معانا برضو دلوقتي في كل الحفلات. الصوره دي انتوا واخدين فيها جايزه ولا لا؟ دي كانت حمله التاء المربوطه علشان طبعا انا ببقى يعني أنا بتشرف بوجودي كعضو في المجلس القومي للمراه وكنا لسه قبليها على طول كنا دشنا حملة التاء المربوطة وانا عملت مقطوعة موسيقية كنت الاول مرة الف مقطوعة موسيقية واهدتها للمجلس القومي للمرأة في الحفلة دي يعني تماشيا مع حملة التاء المربوطة وكوني قوية انت ليكي باع طويل في مواجهة الممارسات المجتمعية السلبية ضد المرأة تستخدمي المزيكا في الموضوع ده طبعا والفن بشكل عام بس على فكره يا بنات بقى الجيل الصغير ده يحيى هيبقى عريس ممتاز لان ده بقى متربي على احترام المراه من الصغر عشان بس نبقى واضحين طبعا الراجل في حمل التاء مربوطه اهو بيدعم حمل التاء المربوطه على طب هتسمعونا ايه تاني؟ ممكن انا اعزف حاجه كده اغنيه فرنسيه كده اوكي يلا بديله بقى هو بيلعب برضو اكسليفون وفريده بتلعب بيكولو وهما الاثنين هي دي مش فلوت عشان بس بيكولو فلوت الفلوت الصغير الفلوت الصغير اوكي
برافو 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 بجد. يعني يحيى لسه واخد مركز اول على مستوى الجمهوريه في العزف على البيكولو، ودي ثالث سنه على التوالي يحصل على هذا المركز، وطبعا انا سعيده بيه جدا. والحقيقه بشكر كمان المدرسه بتاعته ان هم مهتمين جدا بالميوزك كفريق في المدرسه، وكمان بيساعدوهم بيشجعوهم على ان هم يطلعوهم مسابقات ويبقوا بيمثلوا يعني تواجدهم داخل المدرسه في مسابقات. ما احنا كلنا محتاجين احنا نهتم فعلا بالاطفال في مساله المزيكا دي عشان نواجه برضو المستوى المتدني دلوقتي طبعًا. اللي موجود طبعًا. اللي الناس كلها بتشتكي منه ده، مواجهته نمره واحد عن طريق ان احنا نهتم وفرق. بتربيتهم الموسيقيه. المره دي مش هتتحسب على فكره لوجودك معايا. المره دي كانت مجيه سريعه جدا يا رانيا، احنا عايزين تيجي مره تانية نتكلم بقى عن دورك في مواجهه الحاجات السلبيه الخاصه بالنساء من واقع الله. وجودك في المركز القومي للمراه ودور المزيكا، ونشوف بقى شويه حاجات بقى كده ان شاء الله مزيكا على مستوى عالي. النهارده كان الاولاد هم اللي واخدين نصيب الاسد ان شاء الله خلاص. باذن الله. ميرسي جدا لوجودك يا رانيا. ميرسي جدا يا فريده. ميرسي ميرسي يا يحيى، نورتنا. وان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، ونشوفك ان شاء الله مره ثانيه ان شاء الله. معانا تقرير عن حركه البيع والشراء في اسواق الفسيخ والحاجات دي، ونرجع نكمل معاكم. ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ ده باظ. انتوا ما كنتوش حاطينه في التلاجة؟ انا مش حاسس بريحه اصلا. دي احلى حاجه فيه، ريحته حلوه قوي. شغالين في الفسيخ، الحاجات المملحه عموما، فسيخ، رنجه، ملوحه، سردين بلدي، انشوجه. ايام زمان كانوا بيجيبوا رنجه بيشوها على النار لغايه ما تفتح بس دلوقتي كل الشغل اللي احنا بنعمله اللي هو ايه، اللي هو التقشير والتقطيع والكلام ده، وتحط عليها طحينه والزيت والشطه والكلام ده كله، هو ده المطلوب اليومين دول. تخش على الملوحه مربى. الفسيخ من 140 ل 160، والملوحه من 120، والرنجه 50، بس الاسعار زادت قوي. جايبين العلب دي كده كلها، عايزين على الاكل على طول، زي ما انت شايفه الحاجات المؤشرات دي بنحطها في العلب، وليمون وبصل والكلام ده كله، بياخدوا على الاكل على طول. جاي اشتري فسيخ عشان خاطر طبعا كل سنه وحضرتكم طيبين، شم النسيم يعني. اللي بياكل فسيخ هياكل فسيخ، واللي بياكل رنجه هياكل رنجه. السمكات تبقى مثلا تبقى مش بيضه قوي، تبقى ماسكه نفسها، تبقى اللحمه مثلا ولا بيضه ولا محمره، يعني في الوسط بالنسبه للفسيخ. لكن الملوحه بتيجي مستويه جاهزه على الشغل على طول. اهم حاجه السمكات من الرنجه بالذات ما تكونش طريه قوي. مش عارف بطني توجعني. لا الفسيخ ما فيهوش وجع بطن، يا تموت يا ما فيش. النسيم مناسبة مصرية خالصة واحتفال مصري خالص، وليه طبعا كل زي ما احنا كلنا بنسمع وعارفين كده تشاش ان هو ليه اصل في الحضارة الفرعونية. احنا النهاردة منورنا في الاستوديو الباحثة في الحضارة الفرعونية الاستاذة عزة سليمان. مساء الخير. احنا مساء الخير. ازيك اخبارك؟ كل سنة وانتي طيبة، ومصر يا رب كلها بخير، ودايما نحتفل وربنا ما يقطع لنا عادة يا رب باذن الله. عايزة ابتدي معاكي كده ندي نبذة للناس انه جاي منين احتفال شم النسيم، واشمعنى خاص بالمصريين فقط لا غير، دونا عن جميع الحضارات السابقه يعني. احنا المصريين طبعا احنا اول حضاره في الكون، وبالتالي احنا عيد شم النسيم ده من اقدم الاعياد على وجه الارض. العيد ده بنحتفل بيه من يمكن من اكتر من 5000 سنه بالاف السنين. بس الفكره ان انا يعني كنت حابه اقول يعني لان الناس بتنزل بتحتفل بشم النسيم وهي مش فاهمه معناه بالظبط. احنا معناه بالنسبه لنا يعني عظيم جدا في مصر. شم النسيم هو معناه بدايه موسم الحصاد. احنا بنبدا نحصد، والحصاد لمصر معناه انه مصر امنت نفسها من الاكل، من الغذاء، من الانشطه الاقتصاديه متامنه، وبالتالي امنها القومي في امان لسنه قدام. فده طبعا معناه عظيم جدا، وعشان كده احنا المصريين ربطنا الاحتفال بشم النسيم باننا والحصاد باننا ننزل الغيطان نشم الورد. ليه بقى المفهوم ده جه عندنا؟ لانه احنا المصريين
أول شعب في الدنيا كلها يعرف الزراعة، زراعة. يزرع، وبالتالي الغيطان كلها في شم النسيم في وقت الحصاد اللي احنا فيه بتبقى يعني عاملة زي سجادة مفروشة بالورود، ورود كلها يعني أشكالها في منتهى الجمال. الطبيعة أرض مصر وطبيعة الزراعة المحاصيل قبل ما نحصدها بتبقى ليها زهور حلوة جدا، ألوانها جميلة وريحتها حلوة، ويعني حاجة بترد الروح فعلا. وعشان كده يعني حضرتك هديكي يعني على سبيل المثال، لو انت روحتي غيط في برتقان، مزروع برتقان ليه زهرة، الزهرة بتاعته انت هتمشي في الغيط هتشمي ريحة ياسمين تحفة، مش محتاجة ان انت تقطفي الورد تشميه، الهواء كله ريحته حلوة قوي يعني وشكله حلو. كان ليه اسامي اخرى شم النسيم؟ شم النسيم خلينا نقول هو اسمه الاول. طيب شم النسيم بس انا لسه ما قلتش معناه، لانه مهم جدا نعرف انه معناه انه مصر كلها في شم النسيم بتتولد من جديد، يعني احنا امننا نفسنا من اكلنا، وبالتالي مصر كلها كانه روحها اتردت لها وكانها بتتولد من جديد. مصر بتقف على رجليها وخلاص اكلها مع لسانها قدام، ومن هنا مش مصر كل حاجه في مصر، احنا المصريين كمان بنتولد من جديد بكل معنى الكلمه. يعني شم النسيم من المفترض فيه ان احنا المصريين بكل بالمعناها الحرفي ان احنا ننسى كل مشاكلنا نرميها ورا ظهرنا، واحنا المصريين ولاد النهارده، احنا بنتولد من جديد وهنبدا بدايه جديده. طب معلش عندي سؤال، ليه كانوا بيربطوه ما بينه وما بين الخصوبه؟ ما هو عيد الخصوبه طبعا، لانه مرتبط طبعا بالحصاد وانه خير يعني الارض، خصوبه الارض نفسها. هو عيد لكل الارض مصر وسماء مصر والمصريين كلنا يعني بالنسبه لنا، وطبعا الخاص بنحتفل بيه لانه بيزود الخصوبه، هو يعني فرحه كبيره جدا. ومن هنا على فكره وشعوب العالم كله نقلت الاحتفال بشم النسيم بشكل او باخر من اقصى الشرق لاقصى الغرب، منها بلد مثلا زي اليابان، اليابان بتحتفل بيه في ميعاده بنفس مفاهيمه المصريه بعلاقته بالخصوبه بمنتهى الجراه، احتفال كبير جدا، وكل دول العالم لو في الاخر وقت يمكن نتكلم عنه، بس ده من كتر حلاوته من كتر معانيه العظيمه. شم النسيم لو هنقول بقى معناه، شم كلمه يعني على اسم حاسه الشم، احنا سمينا فصل الصيف على اسم حاسه الشم اللي هو شم، علشان بنبداه بشم الورود. شم يعني نشم زي النهارده، احنا كنا فاكرينها باللغه العربيه ولكن هي ثبت من اللغه المصريه المحفوظه على الحجر انها كلمات مصريه فرعونيه. احنا شموا بقى ايه حكايه الواو او شموا ايه حكايه الواو؟ هي واو الجماعه بالنحو المصري، لانه دي معناها ان كل المصريين هينزلوا يشموا الورد وهيستمتعوا يعني اذا الكلمه دي كلمه مصريه فرعونيه باللغه المصريه باللغه المصريه القديمه الفرعونيه. النسيم هي كلمة من مقطعين، النون معناها بتاع، السين معناها الزرع والبذور والورود، وطبعا دخلت في اللغة حتى في الإنجليزية السين سين البذور يعني. فهنشرح ليه معناها. المهم ده فيما يتعلق باسم شم النسيم، احنا على فكرة معظم كلامنا باللغة المصرية بين قوسين الفرعونية النهاردة. فهو ده في بالنسبه لاسم شم النسيم. بس هو ليه اسامي اخرى؟ لا هو ده اشهر اسامي، يعني نحن ننزل نشم الروائح. هو ليه طب والطقوس اللي كان المصريين بيعملوها، هل دي كانت بتبقى كل فعلا المصريين، ولا هل في طقوس كانت بتبقى مختصه مثلا بالاسر الحاكمه؟ لا طبعا مصر كلها يعني كلها. من اهم الطقوس طبعا لو هندخل في الاكلات، يعني ده عيد شعبي قومي طبعا طبعا. هو من اهم الاعياد المصريه لانه لسبب واحد، ما زال هو من اهم الاعياد المصريه لانه هو بيفكرنا ان احنا المصريين اصلنا واحد، جدرنا واحد، ومصير واحد. فده عيد مهم جدا ومن الوطنيه ان احنا نحافظ عليه، لانه بيفكرنا وبيربطنا بهويتنا المصريه الحره المستقله. فلو دي الصور دي ايه؟
هي دي بعدين هي دي سورة الرب أوزير بيمثل نفسه بشكل قمح. الرب أوزير هو رب مصر وهو رب الزراعة ورب البذور ورب القمح تحديدا. بس ده هيجي بقى مع مش لو الناس شافت الصورة لوحدها مش هتفهم. احنا يمكن لو حكينا عن الفسيخ وليه بناكل فسيخ. الفسيخ اسمه الأول اسمه فسيخ معناه السبعة. ده اسمه من اسمه بالمصري الفرعوني هو سفخ ومن سفخ جاءت دخلت في كل اللغات بقت سيفن بقت سبعة بقت تسيبن بالألماني وبالإقلاب الكلمة فسفخ بقت فسخ فسيخ بقت بسخ بقت بساخ بقت فصح بقت بالصاد وفسح بالسين لأن ارتبط بأن احنا شوفي كل جد واحد مصري عشرات الكلمات اللي اشتقت منه باسج بالانجليزي لانه ارتبط بالاحتفال بالعيد. فشوفي كلمه واحده هي اصل كل هذه. ليه بقى احنا بناكل ليه سمينا رقم سبعه؟ لانه احنا المصريين ثبت من الاف السنين ان احنا لاحظنا ان المواليد لما بيسبعوا زي ما بنقول او لما بيتموا سبع ايام وعشان كده بنحتفل بالسبوع فرصتهم في الحياة بتبقى قوية جدا. وعشان كده احنا اقتنعنا بانه اكتمال الخلق بيكون في السبع ايام. ومن هنا ربطناها حتى بفكرنا عن ان الكون نفسه اتخلق في سبع ايام من ملاحظاتنا للأطفال اللي بيعيشوا. ده بالنسبة لرقم سبعة. دي النظرية اللي أديان بعد كده طبعا أكدتها في رسالتها وفي كتبها السماوية. دي من مفاهيمنا الأولى يعني. مفاهيم الأولى. فالمهم أنه إحنا في شم في شم النسيم أو يعني بناكل ليه بقى السمك؟ لأنه لازم نحكي طبعا القصة الدينية. هو الموضوع كبير بحاول اختصره يعني. لو هنحكي قصة دينية اللي بتحكي عن ملحمة إيزيس وأوزوريس. الملحمة دي بتقول ايه؟ بتقول ان بداية الجنس البشري كانت اربع اخوات. اول قصة خلق في التاريخ يعني. كان بتقول ان هما الاختين واخين. اختين اللي هي إيزيس ونفتيس اللي بقت نفيسة. واخين اللي هو أوزير. أوزوريس باليوناني زودولو سين بقى أوزوريس. وعلى فكرة هو ليه اسامي كتيرة جدا. والمهم أوزير حب إيزيس وتجوزها. سات الشيطان اتغاظ منها فراح قتله وبكده أوزير بقى أول شهيد في تاريخ البشرية بالنسبة للحضارة المصرية والديانة المصرية. طيب الرب أوزير بالنسبة لنا هو كان رب الخير رب السلام رب الزرع رب البذور رب القمح تحديدا. وعليه القصة الدينية بتقول انه لما ست عرف إيزيس قدرت ان هي تجيبه وتدفنه. الاول دفنته ست عرف فتغاز فطلعه من قبره وعلقه على الشجرة وقطعه 14 قطعة. قطعوا 14 قطعة هي اتوزعت في مصر كلها. إيزيس جمعتهم إلا القطع ال 14. على فكرة كل ما كان فيه قطع من جسم أوزير لغاية النهاردة بتشيل شايلة اسمه. اسمها بو أوزير. بو زير أو أبو سير. بو يعني مكان وزير اللي هو اختصار مكان أوزير اللي اتلقت فيه قطعة من جسمه. القطعة ال 14 قلنا إن هي كلتها القصة إن هي كلتها السمكة. وبالتالي إحنا حرم علينا أكل السمك في وعمل يعني كان مطلوب مننا إن إحنا نصوم الصيام الكبير عن اللحوم والسمك تحديدا لغاية قيامة أوزوريس اللي بتبقى دايما في شهر رنودة أو رنوتة اللي هي معناها إلهة الحصاد. طبعا بما إنه هو رب الزرع ورب الحصاد فلابد إن إحنا نستنى إن إحنا نجمع آخر زرع اللي هي القمح اللي هو ربه اللي إحنا شفناه بشكل القمح ونحتفل بيه قيامته. طيب بنلاحظ انه في الوقت اللي فيه القصه الدينيه دي انه الزريعه في الوقت ده السمك بيبقى زريعه يعني سمك صغير. وبالتالي لو احنا كلناه طيب ما احنا الثروه السمكيه هتقل ومش مش هتغطي الزياده السكانيه مش هتكفينا. وعليه كان في قصه دينيه تتزامن مع يعني الفكره كلها انه تحقيق المصلحه المصريه مصلحه مصر الاقتصاديه وامان مصر. طيب وزير بقى بيقوم امتى؟ بيقوم قلنا في الشهر الرنوده
اللي هو ايه موضوع القيامه؟ بما انه هو رب البذر والبذور، فاحنا لما الفيضان بينحسر في شهر 9 كنا بنبذر البذور وندفنها في الارض. احنا ما ندفن البذور في الارض معناها وكاننا دفننا الرب وزير نفسه في الارض، معناها كده ان هو ميت. يجي الزرع يقوم يكبر، هي دي القيامه بقى، بيبقى لونه اخضر وبنلون الرب وزير بلونه الاخضر، وبعدين يفضل يكبر يكبر لغايه ما نجمعه وتبقى هي دي القيامه الكبرى. هو قام معناها ان احنا خلاص اتفكت السماء. واضح ان احنا في حاجات كتيره جدا احنا عايشينها مرتبطه كلها بالحضاره الفرعونيه والعالم كله، والعالم كله مرتبط بيها، بس احنا للاسف وقتنا جري مننا بسرعه جدا. بس هناخد وعد من حضرتك تيجي لنا نعرف احنا ارتباطنا في الحياه اليوميه قد ايه بالحضاره الفرعونيه، ان ومأثره ازاي على حياتنا لغايه النهارده واحنا مش دريانين. لا بس يعني احنا كمصريين مش مقدرينها، رغم ان هي اصلنا، عشان مش عارفينها، عشان مش عارفينها بالظبط. فعشان الواحد للاسف كده. وللاسف انه انه المصريين رافضين، في منهم رافضين الجزء، لا ما هو ما ينفعش. طبعا. فاحنا هناخد وعد من حضرتك تكوني موجوده معانا نتكلم عن القصص دي، نعمل لنا كده اسبوع ورا بعضه فقرات صغيره نتكلم فيها عن الحضاره الفرعونيه وتاثيرها على حياتنا اليوميه وقد ايه ان احنا مرتبطين بيها حتى لو احنا رافضين ده او مش عارفين قيمته، نتعلمه ونعرف قيمته. ميرسي جدا لوجودك النهارده معانا، كل سنه وحضرتك طيبه. عندنا تقرير مع الشيف فاطمه وتحضير وجبات شم النسيم، وهنرجع عندنا فقره اخرى ان شاء الله. بمناسبة شم النسيم هنعمل حاجة كده خفيفة وسهلة وإن شاء الله تعجبكم. دايما خلينا في الأمان إن نقول إن الرنجة أسلم حاجة، ودايما النار يعني بتقتل أي بكتيريا، فخلينا أحسن في الرنجة. فالرنجة أنا اخترت لها النهاردة طريقة جديدة، وفي نفس الوقت لو أنت عايزة تاكليها وتنزلي مش زي زمان هنقعد إن إحنا مشغولين ننظف ونعمل والبصل، فاخترت النهاردة إن إحنا نعمل مع بعض موس الرنجة. اول حاجه دلوقتي انا هحط الرنجه. انا الرنجه بتاعتي زي ما احنا بنعملها عادي، ممكن تجيبيها مخليه او تخليها، زي ما بتخليها عادي على النار وبعد كده بنفتحها وبنخليها. دول بالظبط معلقتين زيت كبار، بعد كده معلقتين خل، وده عندي الملح، وعندي الشطة، ولو مش عايزين الشطة يعني تمام. بعد كده حط معلقتين كبار، احنا قلنا ممكن نعملهم بالمايونيز او بالطحينة. وهحط برضو معلقة كبيرة صوص ليمون او عصري ليمونة. خلاص دلوقتي هحط البصل، ممكن لو ما عندكيش بصل اخضر عادي حطي الابيض. انا هقطعه كده ويا دوبك هيتضرب في الكبه، فانا بس هقطعه صغير عشان يسهل عليا الضرب، الكبه بتاعتي ما تقفش. حطه كده. كميه البصل دايما بقول عليها اختياري. دلوقتي انا هضربها، لو حسيت ان الخليط تقيل معايا يعني هحركه بشويه زيت. ده شكلها هيبقى في الاخر زي الموز بالظبط، زي الجبنه اللي هي الدهان، ده هيبقى القوام الصح بتاعها. على فكره احنا كمان ممكن نحطه في برطمان ونحط على الوش بتاعه زيت ويقعد في الثلاجه معاكي اسبوع. دلوقتي سلقت البيض عادي خالص، فانا هقشره انا دلوقتي. عندي لونين، عندي احمر وعندي اخضر. انا قلت لكم انه في سايل وفي جل، ده اللي هو النوع السايل ده، انا هحط منه يعني شويه صغيرين. تمام. انا بكتر او بقلل على حسب تركيز اللون انا عايزاه، يعني عايزه اللون يطلع خفيف او يطلع تقيل. اتاكد بس كده ان اللون كله داب. هو طبعا اللون اللي عندي انا حطيته سايل، بس احيانا ما بيختلطش بالميه كويس،
بقوم منزلاها في اللون وببتدي ان انا اتاكد ان هي اتغطت كلها باللون. في الاخضر ازاي هو فاتح، كل ما عاوز اغمقه يا اما بسيبه اكتر يا اما بزود درجه اللون نفسه. هقوم حطاه كده على منديل، برده هاخد اللي هي باللون الاخضر خير. ختام مع المطربة الجميلة رحاب صالح، وهي إحدى الخريجات من برامج اكتشاف المواهب الكتيرة الموجودة عندنا، والحقيقة هي كانت يعني عليها إجماع في البرنامج ده بالذات من كل لجنة التحكيم على صوتها وأدائها. مساء الخير يا رحاب، منورانا. مساء النور، ازي حضرتك؟ كل سنة وانتي طيبة. طبعا كل سنة وكل المشاهدين طيبين. احكي كده بدايتك مع الغنى سريعا ونخش في الغنى على طول. بصي، بدايتي مع الغنى ما اقدرش اقول اني زي اي حد، يعني الحمد لله من وانا صغيره كانت معايا والدتي بتدعمني دايما، حفظتني القران وتابع بقى المدرسه والحفلات الموسيقيه وحاجات زي كده لحد ما كبرت. لما كبرت شويه بعدت عن الموسيقى، دخلت كليه حقوق ملهاش علاقه خالص، ولحد ما اتجوزت بقى وجوزي هو اللي صمم اني انا لازم اقدم في برنامج عشان اتشاف واتعرف وكده. هو كان اكتر واحد مقتنع بموهبتك جدا، مع انه على فكره هو مطرب كمان، بس كان مقتنع يعني بموهبتي يمكن اكتر من نفسه، اللي هو لا لازم تظهري للناس ولازم الناس تشوفك ولازم تسمع صوتك ولازم تباني. طب ما تسمعينا كده حاجه سريعه وبعدين نرجع نكمل كلام. تسمعينا ايه لايف كده؟ ممكن اسمعكم الاغنيه اللي انا يعني تقريبا كده ثلاث ارباع الناس عرفتني بيها في برنامج ذا فويس. طيب اوكي. الله غالب انا احبك، الله غالب لو تخاصم او تصالح او تعاتب، وانت فاكر وانت ناسي نور عيوني، مالك القلب وروح الروح والله غالب. الله الله الله، توقعتي النجاح ده في البرنامج؟ بصراحة ما كنتش متوقعة، لأن أنا لما دخلت البرنامج ده كنت شايفة كم مواهب رهيب وأصوات. المنافسة كانت خضاكي يعني جدا، يعني المنافسة فعلا كانت قوية، وبالذات أنك مش بس بتنافسي ناس بتغني عربي، ده انت بتنافسي ناس بتغني اجنبي وعربي، لهجات كمان مختلفة. يعني مش العربي المصري بتاعنا، لا ده في بدوي وفي مغربي وفي تونسي وفي لبناني وفي اجنبي وفي فرنساوي وفي تركي، وفي كم لهجات عربية وكم لغات اجنبية رهيبة. اكتر حد بتحبيه الفنانين مين؟ او يعني مثلك الاعلى؟ ما اقدرش اقول مثل اعلى، لاني لو قلت مثل اعلى هنسى ناس كتير. اما بتقعدي كده مع نفسك بتدندني لمين؟ طبعا انا بعشق الجيل القديم كله كله بلا استثناء، نجاه، ورده، عبد الحليم، ام كلثوم، موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب، محمد فوزي، يعني ما فيش حد، مش عايزه انسى حد. في الجيل الجديد انا يمكن اكتر ناس ممكن اكون بسمعهم ذكرى الله يرحمها قوي، اصاله، شيرين طبعا، انغام، احساس اول مطربه في مصر، وعلى راسهم طبعا اللي بالنسبه لي انا بحس ان هو العشق يعني حسين جسم. طب لو سمعتيني حاجه للقديم تسمعيني حاجه لمين؟ حاجه قديمه ممكن نقول ورده. طبعا يعني انا من عشاق ورده بصراحه. سمعينا ايه لورده؟ ممكن نقول اكدب عليك. ماشي حلو، اكدب عليك. اكدب عليك، اكدب عليك، اكدب عليك، اكدب عليك، اكدب عليك لو قلت بحبك لسه، اكدب عليك واكدب عليك لو قلت نسيتك همسى، اكدب عليك. امال انا ايه؟ قولي انت انا ايه؟ واختار لي
حبيبي ولا حبيبي عشان كنت حبيبي. قول يا حبيبي قول يا حبيبي قول يا حبيبي. الله 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 الله. لا طب ده انا عايز اسمع حاجه كمان، انا هستغلك اسوأ استغلال النهارده، سمعيني حاجه تانية. طيب نسمع حاجه لسومة ام كلثوم. يا سلام. تمام مقطع كده من ايه؟ من دارة الايام. اه طب استني بقى عشان اسلطنك. قولي عيني عيني على عشقي حارة مظلومي. عيني 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 على عشقي حيارة مظلومي. الصبر مش قدري آه الصبر مش قدري. عيني عيني يا عيني 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 يا عيني عيني يا عيني يا عيني عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا 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 عيني 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 يا لاشي حي مش قدري آه الصبر مش قدري. ما قدرتش أصبر يوم على وعدك ده الصبر عايز صبر لوحده لوحده. ما قدرش على بعد حبيبي ما قدرش على بعد حبيبي ما قدرش على بعد حبيبي. أنا ليا مين أنا ليا مين مين غيرك أنت حبيبي. الله 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 الله. لا يعني ده 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 ما شاء الله على صوتك بجد ده حقيقي يعني. ربنا يخليكي ميرسي جدا. طب تحبي بقى مين الجديد؟ انت قلتي لي اصاله شيرين. اه يعني انا من اكتر الناس اللي بسمع لهم ذكرى اصاله شيرين انغام حسين الجسمي يعني بعشقهم بصراحه. طيب ناخد حاجه سريعه كده تحبيها لمين؟ عشان بعد كده نسمع بقى اغنيتك. طيب ممكن نقول حاجة مش للناس دي خالص؟ ممكن. ونقول حاجة جديدة جدا يعني قدامها مثلا أسبوع أو 10 أيام وتبقى في التي في. تمام حاجة بتاعتك بقى؟ بتاعتي اه حاجة خاصة. طيب احنا يعني ده هي أغنية اسمها أنا كلمات الشاعر ناصر الجيل وألحان سيد راضي وتوزيع أسامة عبد الهادي ومحمد عباس. دي اسمها 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 طلعت بكرامتي. طلعت بكرامتي. اه دي الاغنيه الجديده ان شاء الله هتنزل كمان كام يوم على التلفزيون على الفضائيات. طب ناخد حته سريعه منها عشان ما كان نخش نسمع انا منك. تمام. طيب خلصت منه وسبته وطلعت بكرامتي. انا هنت نفسي ويا حد ما حبينيش كرهت اني اعيش معاه مسلوبة ارادتي. ده انا كنت ميتة بالحياة واخترت اعيش.
باقي بقى مفاجأة للناس. طيب إن شاء الله. باقي مفاجأة. طيب ميرسي جدا لوجودك نورتينا. نسمع بقى منك أنا منك نختم بيها الفقرة دي كلمات الشاعر مينا فارس ألحاني. ألحانك. وتوزيع أمينو. تمام. كانت معمولة عن مصر فتبقى مناسبة حلوة جدا طبعا النهاردة. تمام. أنا بشكركم جميعا وكل سنة وأنتم طيبين. هنختم بالأغنية دي وترجع بعدها على طول ليلى بفقرة الأبراج مع عبير فؤاد. نسمعها بقى منك. تمام. حواريكي ولو هحكي عليك سنين مفيش كلام يكفيكي. أنا اللي اخترت أعيش ليكي وأكون بيكي وأموت فيكي. في ده ترابك يا أم الدنيا ده عمري كله هفديكي. يا مصر يا حتة مني يا أغلى الحياة والروح بحبك قالها قلبي دايما معاكي لو حتى في المبروك. يا مصر يا حتة مني يا أغلى عندي من الحياة والروح بحبك قالها قلبي دايما معاكي لو حتى في المبروك. مساء الخير، مساء الجمال على كل متابعين قناة دريم، وكل سنة وانتم طيبين ونسمة شم النسيم وعايد عليكم كلكم، وطبعا بعايد على عبير. عبير قلتها صح ولا غلط؟ لا صح، شم النسيم مظبوط. هو عيد الربيع. عيد الربيع. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. قولي لي ايه وضعك مع الفسيخ والرنجة بقى؟ اكلتي ولا ما اكلتيش؟ لا ما اكلت. ليه؟ طيب. عشان اعرف اجي اتكلم النهارده. لو هو اللي ياكل يعني فسيخ ورنجة ما يعرفش يتكلم؟ لا مش هاجي. طب يحصل ايه؟ لا هنام بقى. هتنقي هو يعني انت يعني لا بيش. اولا الحاجات دي بتشرب ميه كتير قوي. فعلا؟ طبعا كلها ملح. بص انا ما اكلتهاش ومش هاكلها يعني. يعني بس انا يعني دقتها مره طبعا يعني عارفه، والواحد لما يجي اول مره عايز يدوق حاجه فتلاقيه كده سكت مره واحده انه مش عارف يقول حاجه. بالظبط. انا حصل فيا كده، ممكن يغمى عليه وهو قاعد على طول. طيب كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه. قولي لي بقى ايه وضع الابراج بقى مع اننا احنا دلوقتي يعني في اعياد وربيع وحياتنا يا رب كلها يعني يا رب تبقى دايما جري وكده يعني الوان يعني الوان الربيع. يعني هل الابراج ليها علاقه بفصول السنه؟ ده حقيقي. يعني انا مثلا عايزه اقول لك انه برج الحمل بيبدا يوم 21 مارس، وده صدقنا انا في برج الحمل ده بحلم بيه من كتر ما اتكرر كتير من كتر في حياتي. ما قلناه من كتر ما قلناه بس لازم نقوله لان هما مولودين في الربيع مع بدايه فصل الربيع اللي هو بيبدا بالظبط يوم 21 مارس اللي هو بدايه فصل الربيع. أيوة. وبالتالي برج الحمل هما بدايه الحياه يعني. هما بدايه دايره الابراج، هو نمره واحد في الابراج. والله وليه هو نمره واحد في الابراج؟ لانه مولود في الربيع، والربيع هو بدايه الحياه، هو بدايه تفتح الزهور وبدايه حياه الطبيعه.
فبيمثل الحمل بيمثل البدايه، بدايه او الانطلاقه يعني. فعلا؟ اه الانطلاقه في الحياه او الاستمتاع بقى بكل حاجه في الحياه، الحاجات يبقى لها لون يعني. قبل كده الشجر بيبقى ناشف، يبدا الشجر يخضر والورق يعني والورد يبقى له الوان. فتبدا الحياه يبقى لها لون وهم متفائلين. ما شاء الله. ده برج عظيم. فعلا. هم صحيح عصبيين شويه. هو عظيم يعني، هم عصبيين شويه. عظيم والله، انا ما قلتش غير عظيم يعني، بس ما شاء الله يعني كل حياتهم زهور وكده. حلو يعني، هم مشرقين يعني. لكن هقول لك يعني في طبعا ابراج ثانيه مرتبطه بفصول السنه الثانيه. يعني مثلا هتلاقي انه الجدي ده بيبدا مع بدايه فصل الشتاء، فهتلاقيهم يميلوا ليهم بقى صفات تناسب فصل الشتاء. تلاقي الجدي تلاقيهم هاديين، يميلوا لإظهار البرود شوية، هاديين أو برود يعني، عندهم ما يحبوش يبينوا مشاعرهم رغم أن عندهم مشاعر. ده كمان الأطفال كده برضو يعني هاديين ولا إيه برج الجدي؟ لا، هو يبقى في المشاعر ما بيحبش يظهر مشاعره يعني. يعني لما يحب ما يبينش قوي مشاعره، دايما عنده الكبرياء، فالناس تفتكروا أنه هو بارد، وعلى فكرة هم خجولين، والناس تفتكر ان ده برود او تعالي تعادي. يفتكروا ان هم متكبر يعني. ما شاء الله ما شاء الله، ده خجل كده. لكن عموما يعني فصل الربيع بقى، لو حابه تعرفي الناس ايه، مين اللي عندهم حظ في الربيع، خلينا في الربيع بلاش الشتاء. لا بقى، انت عايزه ترجعينا للشتاء ولا ايه؟ بلاش الشتاء، عشان انا اتكلمت عن الجدي عشان الشتاء. لا، واحنا بعدين عندنا، لكن خلينا في ابراج الربيع. لا خلينا دلوقتي، احنا داخلين ربيع وصيف وكده، ما انا بدل ما نرجع للالوان وكده، احنا صدقنا احنا يجي الصيف نقول يا رب يجي الشتاء. بس يلا قولي لي ايه وضع الابراج بقى في الربيع، ومين اكتر يعني، ايه الابراج اللي بتمشي معاها فعلا يعني في الربيع؟ يعني هقول لك اللي عندهم حظ في الربيع حلو، الحمل مثلا مبدئيا برضو هنبدا برضو بالترتيب، ونمره واحد لازم مش يعني نبدا من غير نمره واحد. الحمل عندهم الشمس في برجهم، فده بيديهم طاقه ونشاط وحركه وديناميكيه وتفاؤل. يليهم الثور، الثور برضو عندهم الفتره دي حلوه جدا، لان عندهم المريخ في برجهم لغايه 21/4، ومن 20 الشمس بقى هتتنقل، من يوم 20/4 الشمس هتتنقل وتبقى في برجهم. فهم هيبداوا يبقى عندهم الطاقه والنشاط هتتنقل ليهم من اول 20/4، بلس انه المريخ عندهم كمان حاليا بيديهم حماس وبيديهم اصرار، فلو عندهم اهداف عايزين يوصلوا لها هتبقى الفتره دي لغايه 21/4 هايله، يعرفوا يحققوا فيها اهدافهم. الجوزاء بقى عندهم كده بقى، انا اخد راحتي. لا، ما احنا هم 12 برج. 12 برج. فالتالت اللي هو الجوزاء عندهم من اول 21/4 المريخ هيتنقل ليهم، هيديهم برضو اصرار وطاقه، فكل دي ابراج عندها حظ ممتاز. قولي لي بقى يعني الجوزاء اللي امتى بقى، لحد امتى؟ الجوزاء من 21/4 وممتد بقى، ممتد بعد الصيف يعني، لان الشمس ممتد لغايه الصيف، لحد الصيف مش مشكله، المفيد ان عندي الصيف يعني، لغايه 20 لغايه 22 كمان 22/7. والله طب الحمد لله، فدي فترة يعني هايلة يعني للجوزاء. حلو جدا. وأنا أشوف إنه هتستمر كمان يعني، عندهم شهر 8 رائع، عندهم شهر أواخر 9 بقى برضو حلو قوي من نواحي كلها يعني. في عاطفيا و لا ماشي أوكي، عاطفيا اللي يحب يتعاطف يعني، بس بالنسبة لي أنا شيلين العاطفة على جنب. لا هقول لك هيبقى حلو كمان ليه، لأن المشتري هيعاود سيره المباشر في منزل الحب. والله فدلوقتي ممكن يبقى عندهم عطله في الناحيه العاطفيه، لكن في الشغل لما المريخ يدخل لهم 21/4 هيديهم طاقه وحماس واصرار في الشغل. في الشغل في الشغل، لكن العاطفه تتحسن من اول 10/6 يبدا يبقى عندهم تقدم في الحب. مش مشكله، ياخد راحته في في الحب والعواطف دي، ياخد يعني راحته دلوقتي فتره يفكروا فيها بتاني، وبعدين ياخدوا قرارات بقى والدنيا تبقى اوضح من اول 10/6 ان شاء الله. طيب خلينا ناخد اول اتصال معانا. ياسمين، الو الو ياسمين. السلام عليكم. اسمك جميل يا ياسمين. ياسمين بقى وزهور وحاجات جميله كده. ياسمين أنا عايز أسأل عن برجي. أنا 6/7. نعم؟ أنا 6/7. 6/7، أوكي. وخطيبي 27/12.
27. عايز اعرف بس في مشاكل بيننا كتير. وعايز اعرف هنكمل ولا لا. ان شاء الله هتكملوا. 27 ايه؟ 12. ماشي اوكي ميرسي ياسمين. ناخد اتصال تاني معانا. هبه الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه انا والنبي عايز اعرف برج ايه. اقول اتفضلي اتفضلي يا هبه. ماشي 13 12 انا. 13 12 و10 3 جوزي. 10 3 جوزك. بس ساعات كده في مشاكل وفي حاجات كده. هي بص المشاكل موجوده موجوده مش هتخلص يعني. ماشي ما انا عايز اعرف يعني. لا يا ربنا ما يجيب مشاكل. ماشي اوكي هتجاوبك العبير ان شاء الله. طيب نجاوب نبتدي بياسمين. ياسمين هي 6 7 وخطيبها 27 12. اوكي ياسمين هي برج السرطان وعندها رقم 6 في ميلادها، ده بيخليها عاطفيه وحساسه جدا وعندها حس فني حلو قوي، وهي اصلا كمان بما انها برج السرطان فده بيخليها يعني حساسه اكتر، وممكن كلمه صغيره تقلب لها مزاجها 180 درجه. خطيبها بقى لان عنده رقم 27 فده رقم المريخ، ده محارب قوي جدا، فهو مطلوب من الحياه. محارب من اي ناحيه بس؟ محارب يعني هو جاي الحياه كده السيستم بتاعه او نقول فلسفته في الحياه هي انه عصبي يحب يسيطر. ما تخافش الست يا عبير. لا هو محب للسيطره. فهو كمان رقم هو برج لسه مخطوبين يعني. هو برج خليها تتجوز في الاول. طيب انا هقول لها بس هو عنده احباط شويه الفتره دي، وحاولي تقفي جنبه. ايوه علشان اقفي جنبه واستحمليه شويه. هو محب للسيطره حبه، وانت كمان بتحبي السيطره كمان، فحاولوا تلاقوا يعني تعملوا طريقه ان كل واحد يسيطر يوم، يعني قسموا ال حلو كده. يلا قولوا لهم الف مبروك من دلوقتي يعني. قسموا الاسبوع او ادوا كل واحد اختصاصاته، يعني انتوا قسموا الاختصاصات بينكم، هو ما يتدخلش في الحاجات الاختصاصات بتاعتك وانت ما تتدخليش في الحاجات اللي هو مسؤول عنها. لا بصي علشان ما يحصلش صدام ما بينكم، لانه انتوا الاثنين مسيطرين جدا، كل عايز كل واحد فيهم عايز يسيطر عن التاني كمان او يفرض ارادته على الاخر، وده عشان الحياه تمشي لازم يكون في توازن كل بصي واحد. بصي يا عبير دي حاجه في دمنا بصراحه، قد ما نقدر نمسك نفسنا ما نقدرش، لازم نتدخل ولازم نعرف حتى لو من بعيد لبعيد يعني. طيب خلينا نروح لهبه. طيب هبه 13 12 ودي برج القوس. انا شايفه ان عندها سنه كويسه قوي. هي بتقول هي وجوزها ساعات بيبقى فيه مشاكل، انتوا شويه بس مختلفين. هو 10 3 هو برضو عنده ديكتاتور شويه، عنده رقم 10 بيحب يفرض نظامه، وهي برضو استقلاليه جدا. يعني هبه استقلاليه وعصبيه، لكن عندك حظ كويس قوي السنه دي من ناحيه الفلوس، فلو عملتي اللي عليكي، لو بتشتغلي مثلا اعملي اللي عليكي الدنيا هتمشي كويس قوي، وما تجيش على حق احد. بالنسبه لجوزك هو حساس قوي، فحاولي ان انت تراعي بس مشاعره، ما تقوليلوش اي نقد يضايقه، لان القوس يعني صراحه اكثر من اللازم يعني، فهو ده ممكن يتجرح من كلمتين. تمام. طيب خلينا ناخد اتصال تاني معانا. رحاب الو. الو الو ازيك يا رحاب؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي بس علي صوتك شويه. كل سنه وانت طيبين. وانت طيبه يا حبيبتي بألف خير. ايه انا برجي، انا ما اعرفش برجي بس انا تم مواليد 16 1. 16 1؟ طب ركزي معاه عشان تعرفي برجك ايه. ماشي ناخد اتصال تاني. زينب الو. الو الو زينب. يا زينب. الو مساء الخير يا زينب. اتفضلي يا حبيبتي. انا كنت من 23 4. انت 23 4. ماشي بس انت مش تاني. نعم مفيش تاني. مفيش تاني. في تاريخ تاني. في تاريخ تاني. طب قوليه بس علي صوتك يا زينب. 10 4. 10 4 اوكي شكرا يا زين. اوكي رحاب. طيب نبدا برحاب. طب قبل ما نبتدي خليني اخد اتصال تاني معايا. ناخد شيماء. الو الو. السلام عليكم. شيماء مساء الخير يا شيماء. مساء النور يا حبيبتي. اتفضلي يا حبيبتي. انا 29 9 29 9 وجوزي 1 1. اوكي جوزي 3 1. 3 1 ولا 1 1؟ لا جوزي 3 1. 3 1 جوزك. ماشي امال مين اللي 1 1؟ لا جوزي واحد مخطوب معايا.
من وانت دلوقتي قلتي لي 1-1 وبعدين رجعتي قلتي لي 3-1. 3-1. 3-1. طيب ماشي. شكرا يا شيماء. ماشي. طيب 3-1 و29 تسعة. هي في الاول قالت لي 1-1 بعدين قالت لي 3-1. اه علي الشغل لا 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 مش مشكله. طيب نقول ايه بقى؟ نبتدي برحاب. رحاب اه نبدا برحاب. رحاب برج الجدي عندها 16 تاريخها 16-1. انا شايفه ان رحاب بس عندها جواها حزن وغضب شويه اليومين دول، ونصيحتي ليكي بس تحاولي تخرجي من حاله يعني قومي مشاعر السلبيه اللي ممكن تحسي بيها. ممكن يبقى عندك رغبه في انك تنهي علاقه او تنهي تعاقد مع حد، يعني ممكن يا في شغل يا في قصه عاطفيه، ممكن يعني تبقى نهايه حتى مع علاقه صداقه. هتنهي يعني تتأنى شويه. تتأنى يعني انت اول حاجه تتأنى وعلاقات بتنتهي؟ لا يعني ما هقول لها عيد حاجه. هقول لها عيد. ما انا هقول لها حاجه بس، النهارده القمر في برجها خلاص. النهارده النهارده عندك تألق واشراقه. بس هقول لك نصيحه برضو، لازم اديها النصيحه اللي عايزه اقولها. بس افتكري النهارده عيد. النهارده عيد بس لازم اقول لها نصيحتي بس. الاسبوع الجاي قولي اللي انت عايزاه. طب عشان هي بس النهارده وصلت لنا، فهقول لها حاجه مهمه. عندها حظ في السفر حلو قوي، فمهم جدا ان انت تحاولي تخرجي من اي حاله سلبيه انت فيها عن طريق السفر. سافري واتبسطي، ده كله هيخرجك من اللي انت فيه. الله عليك يا عبير. شفتي انا كده النهارده عيد. طيب عندنا زينب. في زينب 23-4 هي برج الثور، والنهارده عندها على فكره النهارده حظ رائع، لان القمر في منزل الحظ، فده يفتح لها فرص هايله للمكاسب وللحب. كمان عندها بقى المريخ، زي ما قلنا في الاول ان برج الثور عندهم حظ كويس قوي من ناحيه الشغل، هيكون عندها اصرار انها تحقق اهدافها كويس قوي. عندها هي قالت انه 10-4 ده جوزها. جوزها انا شايفه ان هم في حاجه كويسه قوي ممكن تربطهم، ان الاثنين عندهم حس فني حلو، الاثنين مولودين في الربيع. هو برج الحمل، فالثور والحمل الاثنين يعني ابراج ربيعيه، فالاثنين ممكن يكون عندهم الاحساس بالطبيعه ويحبوا الجمال ويحبوا الفن، فدي حاجة ممكن تربطهم. الحاجة بس اللي لازم ياخدوا بالهم منها هما الاثنين، انه 10 رقم 10 في ميلاد جوزها ده بيخليه شوية مستبد، عايز ينفذ اللي هو عاوزه او عايز يفرض آراءه. فهي تحاول دايما ان هي تكون مرنه معاه، وتحاول ان هي تقول له كلام حلو، لان هو بيحب الاعجاب بيه والانبهار بيه جدا. بس فهي دي مفتاح شخصيه جوزك يعني يا زينب. زينب يا زينب، حلو. طيب. اسمها زينب. طيب خلينا ناخد اتصال معانا، ناخد نور. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا نور. انا 30-10-90 بعد اذنك عايزه اعرف الارتباط، وفي حاجه كمان. ايوه. انا 1-1-10 كمان. 89 فاكر، عايزه اعرف في توافق ما بيننا ولا لا. ان شاء الله. ماشي اوكي ان شاء الله يا نور. ماشي ميرسي لاتصالك. ناخد احمد معانا. الو احمد. ايوه. مساء الخير يا احمد. مساء الخير. اتفضل. انا حضرتك 1-1 ومراتي 1-3، فكنت عاوز اعرف التوافق اللي بيني وبين مراتي. اوكي ماشي يا احمد، شكرا لاتصالك. ناخد معانا ورد. ورد شان. الو. الو. ورد شان مساء الخير. مساء النور. لو سمحتي عايزه اعرف 1-1. 1-1 النهارده كلهم. كله 1-1 النهارده. و12-1 و11-6. طب ثواني، 11-6. طب قولي لي 1-1 مين و12-1 مين؟ 1 دي لها مامتي، و12-1 و11-6 بناتي. ايه؟ مين؟ 1-1 والدتي. ايوه. 12-1 و11-6 بناتي. اوكي ربنا يخليهم لك. ماشي شكرا ليكي. طيب نجاوب عليهم بسرعه يا عبير. طيب ناخد الاول شيماء. أيوة. شيماء 29-9 هي برج الميزان، وجوزها 3-1.
مش ملاحظه النهارده كله واحد واحد كله تلاتة. كلهم جدي النهارده جدي مسيطرين الجدي. المهم انه دي ميزان وجدي. انا بشوف ان العلاقه دي رغم ان هي تبان في الاول او هم يفتكروا ان هم ما فيش توافق لان الجدي دايما بيبقى عايز حد قوي والميزان توحي في البدايه ان هي ناعمه ورقيقه لكن هي في وقت الازمات هيلاقيها قويه جدا وهيلاقيها يعتمد عليها زي ما هو يعني عايز لكن هي ما بتبينش ده وما بيظهرش معدنها القوي الا وقت الازمات. فانا هقول لها يا شيماء انت بس كمان رقم 29 في ميلادها ده بيخليها حساسه جدا جدا فحاولي بس تتحكمي في حساسيتك عشان الحساسيه دي بتخليكي تتقلبي بتبقي متقلبه المزاج. عندها شيماء عندها حظ في العلاقات حلوه قوي وجوزها ان شاء الله عنده نقله حلوه قوي فالسنه دي ممكن تبقى كويسه وخصوصا من اول 10 سنين. بس اهم حاجه ايه؟ سريه وكتمان. والسريه وكتمان اهم حاجه السريه وكتمان. بالظبط كده. شفت ازاي دي ما قلتهاش النهارده بس انا قلت اعوض اقولها. جوزها بالذات كل بتوع الجد سريه وكتمان. انت مواصيلك يعني خفي عليها شويه وانا هغيرها لك. برافو عليك. طيب نور. طيب نور برج العقرب هي 30/10 ومتقدم لها حد برج الميزان 11 فانا شايفه انه ممكن يبقى في توافق بس في مشكله واحده. لا تاخدي بالك يا نور. لا من هقول لها بس ازاي تتعامل عشان يعني مش هينفع بس على الله ما يكونش قاعد جنبيها عشان ياخد احتياطاته. لا بالعكس هيتبسط قوي لما يسمعني على فكره لانه هو ده مفتاح شخصيته حقيقي. هو بيحب حريته ما بيحبش حد يتحكم فيه وهي غيوره شويه وشكاكه حبتين فهقول بس لنور حاولي قد ما تقدري ما تديلوش احساس ان انت بتعملي معاه تحقيق او ان انت بتشكي فيه عشان ده بياخدها على نفسيته جامد جدا ما بيحبش حد يشك فيه وبيحب حريته فلازم تديله احساس ان هو حر. انت اعملي الشغل بتاعك انت بس من غير ما يحس في سريه وكتمان. من غير سريه وكتمان تحريات كلها سريه وكتمان من غير بس ما تحسسيه ان انت خانقاه او بتأيدي حريته. حلو جدا. خلينا نروح لاحمد. احمد بقى هو واحد واحد والمدام واحد ثلاثة. احمد برضو برج الجدي طبعا واحد واحد. احنا معانا كل واحد واحد وثلاثه واحد واحد. فاحمد واحد واحد والمدام واحد ثلاثه. هي برج الحوت وانا بشوف ان العلاقه دي علاقه رائعه على فكره يا احمد. الجدي والحوت في حاجه كده بينهم يعني يعرفوا بعض قبل ما يشوفوا بعض. فين ده بيعرفوا بعض يعني في الحقيقه وفي لما منين؟ بيشوفوا بعض كانهم يعرفوا بعض من زمان. بيعرفوا بعض قبل ما يشوفوا قبل ما يعرفوا بعض قبل ما يشوفوا بعض. اوكي. فحتى لو بصينا على رمز بتاع برج الجدي هنلاقي في الاخر الرمز في الجدي مرسوم واخره ديل سمكه. والله ففي جزء من الجدي طبعا الحوت هو سمكه ايوه ما هو الحوت هو السمك غير ايه جدا. هترجعيني ايام الحوت الصغير والحوت الكبير. ايوه فالجدي في جزء من جواه شبهها فعشان كده بيبقى فيه التقاء حلو جدا. هي بس برضو في مشكله واحده صغيره في العلاقه هنا. انه الرقم دي ماشيه كويس ما انا هقول له لازم اديلهم النصيحه بتاعتي. اسمعوا كلام عبير اتفضلي. رقم واحد بيخليهم الاثنين مسيطرين كل واحد عايز يفرض ارادته. فهقول يعني انتوا الاثنين حاولوا ان انتوا يكون في شويه مرونه ومره ترضيه ومره وانت ترضيها يرضوا بعضيهم يعني مش على طول الخط كل واحد عايز يمشي كلامه يعني فعلا. اوكي. اكتر حاجه عجباني فيكي بتمشي كويس كويس بس بتقدري تطلعي ببلاش. لازم لازم كده. طيب اضيف لمسات. لازم اللمسات الاخيره. عندنا ورد شان. حلو اسمها ورد شان. جميل صح. برايك اسم ايه ده من ايه يعني ورد شان؟ مش عارفه بس يعني هو ورد حلو في الربيع يعني. ورد شان بس الشان دي حلو بتفكرني بحاجه مناسب مع شم النسيم قوي. فعلا لا اسمها جميل. طيب ورد شان. ورد شان واحد واحد بس هي شوفي ما سالتش عن نفسها على فكره. هي سالت على مامتها وعلى بناتها فهي يعني انا نفسي اعرف مين هي من انهي برج اللي هو عنده واحد لا نكران. ما قالتش برج. هي ما قالتش فعلا فعندها نكران للذات فدي حاجه يعني بتضحي بنفسها عشان الاخرين. ربنا يخليهم لها. طيب مامتها طبعا واحد واحد وبناتها اولادها يعني 12 واحد 11 6. طيب مامتها واحد واحد طبعا الجدي هي دي مسيطره مامتها بس جدعه ويعتمد عليها جدا فربنا يخليها لها.
هي عندها حظ في العلاقات، مامتها عندها حظ في العلاقات الاجتماعية حلو، فمهم ان هي ما تنعزلش عشان ممكن يتفتح لها فرص حلوة، بس كمان مطلوب منها تعمل في سرية وكتمان، وممكن تكون معرضة للحسد شوية. بالنسبة لبناتها عندها بنت 12 واحد برضو برج الجدي، فهقول لها انه بنتك الجدي النهارده مسيطر. ما انا بقول لك كل اللي باعتين لنا ومكلمينا جدي، فعندها عندها بنتها يعني عندها نقله كويسه قوي، فلو هي مثلا عايزه تنقل لبنتها، لو هي في مرحله دراسيه وعايزه تنقل لها في مدرسه تانية او في حاجه تانية، السنه دي سنه حلوه للتغيير بالنسبه لبنتك. لو هي في مرحله فيها ارتباط، ممكن السنه دي تبقى سنه هايله للارتباط. اوكي. طيب البنت الاخيره اللي هي 11/6 دي برج الجوزاء. الله حبيبه قلبي. حبيبه قلبي. طيب اتفضلي. طيب فعندنا عايزك تمشي كويس، ها ما تجيش في الاخر بقى وايه اعمل ايه، هقول نصيحه نصيحه لطيفه. خلاص ماشي. 11 دي عاطفيه وحساسه جدا، بس كمان متقلبة المزاج جدا، فبس تتحكم في حساسيتها. والسنة زي السنة دي عندها حظ في السفر حلو قوي، وممكن لو في مرحلة دراسية هتنهي مرحلة دراسية بنجاح إن شاء الله، بس مهم جدا إن هي ما تتسرعش في اتخاذ قرارات، يعني تحاول تهدي شوية ومن أول يعني تتأنى وتدرس الحاجة، ما تاخدش قرارات متسرعة عشان ما ترجعش تندم. ومن أول 21/4 الجوزاء هيكون عندهم حظ رائع، لما المريخ يدخل في برج الجوزاء هيديهم إصرار ونشاط وحماس. أنا مستنية المريخ أهو، قاعدة مستنية من 21 حاجة 21/4 قاعدة بس للمريخ. إن شاء الله. المريخ جه المريخ راح، هو يجي يفرحنا ويروح. إحنا كده خلصنا صح؟ واحنا خلصنا. طيب خلصنا كل حاجه. نورتيني مره تانية يا عبير. ميرسي. وكل سنه وانت طيبه مره تانية. انت طيبه وكل الوطن العربي طيبين يا رب. وبخير ان شاء الله. يا رب، وان شاء الله اشوفك معايا الاسبوع الجاي، بس ما تاكليش في سيخ قوي. ها انا لا لا مش هاكل يعني في سيخ. وطبعا برجع بقول لكل مشاهدينا كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والامه العربيه بالف خير يا ربي. وان شاء الله طبعا عبير زي كل يوم اثنين معايا، وان شاء الله انا اشوفكم على خير بكره.